عليكم. إن شاء الله سوف نقوم بتصحيح الفرض الذي أنجزناه مع تلاميذ المغرب اليوم 21/10/2018 يوم الأحد. إيوا عندنا في السؤال رقم 1 طلب منا أحسب. هذا أحسب الغريب في الأمر هو أن حتى واحد ما دارو صحيح. كاين اللي كيغلط في الإشارة، كاين اللي غلط في العدد يعني نقلو غلط، كل واحد شنو دار. يعني حتى العملية كاين نقلها غلط. تساوي لاحظوا معايا تساوي واحد خصو يدير التركيز في أحسب ديال المركز. إذا هنا غادي واحد المقام غادي تجينا المقام واحد هو 9، 3 ضربناها في 3 باش تعطي 9، إذا أنت 5 ضربها في 3 تعطي 15، 9 ضربناها في 1 4 ضربها في 1 تعطي 4. على هنا غادي واحد المقام، المقام واحد هو 15، واحد المقام ديالو هو واحد ضربناه في 15 يعني حتى واحد ضربه في 15 يعني 15، زائد 15 ضربناها في واحد عطاتنا 7 ماشي 17، لأن كاين اللي دار هنا ودار 17، زائد هذا باش يدير واحد في 7 دار هو 17، ثم 3 ضربناها في 5 باش تعطي 15، يعني 5 ضربها حتى هي في 5، لأن 3 ضربناها في 5 حتى 5 ضربها في 5 هي 25 تساوي 1. إذا هنا غير واحد المقام كذلك تكون المقام واحد الفوق هو 9، غادي تجينا هي 9 ناقص عندنا 15 ناقص 4، 15 ناقص 4 تساوي 11، كل على عندنا هنا 25، 15 هي 47 ماشي 57، 47 ماشي 57 على 15 تساوي ناقص 2 على 9 الكل على 47 على 15 اللي غتعطينا غنضرب مقلوب الكسر اللي هي ناقص 2 على 9 عامل 15 على 47 اللي غتعطينا هي هنا عندي توحي هنا اكتزال ب3 غتبقى لي هنا 5 وهنا على 3 تبقى لي 3 هي ناقص 2 في 5 هي ناقص 10 هذه تقريبا لا بلي بار خرجت لهم هاد ناقص 10 في الوسط ولكن في المقام 7 3 في 7 21 3 في 4 12 و جوج 14 كاين اللي دار لي هنا 171 كل واحد شنو دار لي ما خرجتش نفس النتيجه في المقام. اذا في السؤال رقم 2 طلب مني التعميم التعميم هو كالاتي عطاوني بي تتساوي 25 اكس يساوي 2 ناقص اكس زائد 1 الكل يساوي 2. 25 هي 5 يساوي 2 كاين اللي دار لي 25 اكس يساوي 2 وبقى تيدير لي المستغرقه الهامه الثالثه. لا هذاك غلط وقع لها هنايا، هي تولي 5 اكس الكل يساوي 2 ناقص اكس زائد 1 الكل يساوي 2. دابا عاد دير المستغرقه الهامه الثالثة كاين اللي حتى هذه غلط فيها اللي هي 5 اكس ناقص اكس زائد 1 عامل 5 اكس زائد 1 اللي غتعطينا في الاخير 5 اكس ناقص اكس ناقص 1 لان الاشارة هنا ناقص تدخل على الاقواس تولي ناقص عامل 5 اكس زائد 1 اللي في الاخير تعطينا هي 5 اكس ناقص اكس هي 4 اكس ناقص 1 عامل 6 اكس زائد 1. بالنسبه لهذه القليل اجابه غلطه ما عندي ما نقول. كثير ديال التلاميذ اللي نزوا هذه العمليه هذه ديال التعميم. بالنسبه للتتمه ديال التعميم عطاونا سي كتساوي عطاونا سي كتساوي 5 اكس يساوي 2 ناقص 4 جذر مربع 5 اكس زائد 4 اللي هي 5 مربع اس 2 هي جذر 5 اس 2 عامل اكس اس 2 ناقص 2 المستغرقه الهامه نضربها في جذر 5 اكس اللي هي زائد 2 عفوا هنا غادي نزيد نضربها في جوج اللي هي بي زائد 2 اس 2 هذه المستغرقه الهامه الثانيه اللي هي جذر 5 ما تنساش انا جذر 5 اس 2 جذر 5 اكس ناقص 2 الكل اس 2 تعالي تقريبا 70% ديال التلاميذ داروها البقيه ما داروهاش. دي
فتساوي اكس ناقص جوج عامل 3 اكس زائد 4 زائد جوج ناقص اكس عامل جوج اكس ناقص 1. هنا تلميذه وحده اللي دارت هذه العمليه، هذه جوج ديال التلاميذ اللي داروا هذه العمليه، تلميذان فقط. اذا هنا اكس ناقص جوج باش نعمل بها نخليها هنا عندي زائد غنبدا ناقص ونقلب هذه هذه غتقلب هاد زائد هذه غنقلبها غنبداها نبداها نغير الاشاره ونقلب العمليه هذه، راه حتى في السنوات اللي غادي تجي ان شاء الله تعالى غيكونوا هاد المشاكل هادو، يعني في السنكيام والسيزيام خصك تعرفوا كيفاش تلعبوا بالاشارات وتغيروا العدد بدون ما يوقع تغيير يعني في العمليه، بدون ما يوقع تغيير في العمليه. هنا شنو درت؟ بحال عملت بناقص، اي عملت بناقص واحد اللي كتساوي اكس ناقص جوج عامل 3 اكس زائد 4 ناقص جوج اكس ناقص واحد. اذا غنحيد الاقواس تعطينا اكس ناقص جوج عامل 3 اكس زائد 4 ناقص جوج اكس زائد واحد. اذا تعطينا اكس ناقص جوج عامل 3 اكس ناقص جوج اكس هي اكس وزائد 4 زائد واحد هي زائد 5. هذا هو التعميل ديال تي. ثم السؤال رقم 3 طالبين مني بالصف، عطاوني التوصيف ديال 4 ديال العمليات. السؤال رقم 3 الاه برافو، عندي بعض التلاميذ وصولها والبعض الاخر لم يصل الاه برافو، المهم يوصلها برافو عليكم. A أس M B أس N A أس N B أس M الكل أس ناقص واحد B أس N M M زائد واحد زائد N عفوا على A في B أس M زائد واحد في A أس N زائد واحد B أس M الكل أس ناقص واحد. بالنسبه لهذه العمليه غنتعامل معها كالاتي، لاحظوا معايا، غادي اول حاجه غنحيد هي هاد الاقواس، هي ا اس ام ب اس ان هادي غتولي ان في ناقص واحد، هنا هنا قوه وقوه، هنا غنفرق هاد ناقص واحد على الا اس ان والب اس ام، غتولي ا اس ناقص ان لان ان في ناقص واحد هي ناقص ان، وتولي ب اس ناقص ام، ثم عاد ب اس ام زائد ان. نفس الطريقه غادي نديرها لتحت، نحيد هاد الاقواس هادي، يعني نفرق هاد ناقص واحد بجوج، يا ا هنا راه ا بحال ا اس واحد، ب اس ام زائد واحد عامل ا، هنا ان زائد واحد في ناقص واحد هي ناقص ان ناقص واحد هي ناقص ان، هيا ندير ناقص وخليها بين قوسين باش تبان زائد واحد، يعني ضربت ناقص واحد ناقص واحد في ان زائد واحد، ثم ب اس ناقص ام. هنا دابا غادي نجمع كلهم اللي عندهم نفس الاساس كلهم لا اللي الفوق لا اللي تحت، شنو غادي ندير؟ لاحظوا معايا اللي عندها الاس الفوق غادي يتجمعوا، لاحظوا ا اس ام زائد ناقص ان زائد صافي عندي جوج، هادو اللي لتحت بحال هنا اس واحد يطلع يولي ناقص واحد، هادي اس ناقص ان زائد واحد يطلع يولي زائد ان زائد واحد، زائد ما كتغير والو. لاحظتوا شنو درت؟ طبقت الخاصيه ديالي ان فاش يكون نفس الاساس هنا في الوسط كنجمع الاسين، فاش يكون عندي نفس الاساس على فاش يكون القسمه الاس اللي تحتاني كتغير له الاشاره، الا كان زائد كيولي ناقص ولا كان ناقص كيولي زائد، دابا ناقص عامل ان زائد واحد طلعت غيرات ولات زائد. نفس الطريقة غنديرها البي، بي اس ان زائد ناقص ام زائد ام زائد ان، هذا البسط. نرجع للمقام، هنا عندي ام زائد واحد غتولي هي ناقص ام زائد واحد، يعني كتوجبها تطلع الفوق تولي سالبة، هنا ناقص ام تطلع الفوق تولي بي اس تولي بي اس تولي زائد ام، متبقاش ناقص لأن طلعت الفوق. ثم بعد ذلك غنحسب ا، عندي ان مشات مع ناقص ان،
ومش ناقص واحد على واحد جاتنا هي A أس M عامل هنا تمشي ناقص M مع M ثم غتبقى لي B أس جوج N ها N زائد N B أس جوج N زائد M هنا غندخل هاد ناقص على القوس ديال ناقص M زائد واحد أي ماشي ناقص M مع M شو غتبقى لي غتبقى لي A أس M عامل ب أس جوج N ناقص واحد تالي راه خرجوا هاد التلاميذ ماشي ناقص واحد كندخل ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد كاينة كاينة ناقص واحد ناقص واحد عفوا انا غلطت هنا ناقص فاش دخلنا زائد واحد دخلنا ناقص واحد برافو عليك اذا نمشيو ل اف دابا اف عطاونا عطاونا اف كتساوي ا اس ناقص واحد ب اس ثلاثة ا اس جوج ب اس ثلاثة الكل اس ناقص سبعة على ا اس ناقص ثلاثة ب اس اثنان الكل اس ناقص ثمانية ا ب الكل اس ناقص تسعة فهي طالبين من التبسيط مشتركة إذا سعيد دابا غنحيد هي الأقوس من ولا أوس ناقص واحد في بي أوس ثلاثة في أوس اثنان في ناقص سبعة هي ناقص أربعة عشر لأن ضربت اثنان في ناقص سبعة عشر لأن قوة وقوة كنفرق الأوس على هذه وهذه كنفرقهم عليهم بجوج فاش كنفرقهم عليهم بجوج كتعطيني هنايا جوج ناقص أربعة سبعة هي ناقص أربعة عشر وثلاثة في ناقص سبعة هي ناقص واحد وعشرون يعني ثلاثة في ناقص سبعة ثلاثة في ناقص سبعة تعطي ناقص واحد وعشرون ندير قوة وقوة نمشي للمقام أوس ناقص ثلاثة هنا قوة وقوة كذلك نضرب جوج في ناقص ثمانية هي بي أوس ناقص ستة عشر ثم نفرق الأوس هي أوس ناقص تسعود لأن واحد 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 مضروب في ناقص تسعود وواحد مضروب في ناقص تسعود هي بي أوس ناقص أوس ناقص تسعود كذلك هنا بعد ذلك ندير بحال الطريقة اللي درت في أو غنجمع الأوات كاملين لأنهم نفس الأساس أ هي ناقص واحد زائد ناقص 14 ها ودي تحت اللي عندهم الاساس اللي يطلعوا يتغير لهم الاشاره ديال كانت ناقص 3 تولي زائد 3 هنا كانت ناقص 9 تولي زائد 9 في بي بي اس 3 زائد ناقص 21 ديال البسط نمشي للمقام عندي بي ناقص 16 تولي زائد 16 وبي هنا يعني انا ما تسعش هذه كنديرها غير في الضرب ماشي في الجمع ولا الفرق هذه الخاصيه راه كنديرها غير في الضرب لان الخاصيه عندي فيها الضرب ماشي الخاصيه اللي عندي في القوى ناقص 9 طلع الفوق تولي زائد 9 هاد الخاصية كنديروها وعيد كنديروها غير في الضرب مكنديروهاش في الجمع ولا الفرق إذا هي ناقص 15 ناقص 15 وهنا 12 هي ناقص 3 في بي أس عندنا 16 و 9 هي 25 28 28 ناقص 21 هي ناقص هي 7 كاين اللي دار لي بي او 7 على او 3 راه صحيح ها صحيح هادي راه صحيح ماشي غلطه اللي دار بي او 7 على او 3 راه هي هادي لان شنو دار هنا هذا او ناقص 3 راه عطات المقام يولي الاس موجب لان في سميتو في الشونجمون او في التغيير ديال البسط تنطلعوا العدد البسط ونهبطوا المقام في التغيير إشارة ديال الأس كتغير إشارة ديال الأس دابا نفوتو السؤال اللي جنب مازال حنا في التوسيط مازال حنا في التوسيط يعني في التمرين ثلاثة بس إذا جي كتساوي 8 جي مربع 48 ناقص جوج جي مربع 75 زائد 7 جي ثلاثة هنا فين ما كاينش مربع كامل كنحيدو بحال دابا 48 هي 16 في 3 3 هي باينه هذا يمكن لي يعطيك واحد الملاحظه باش تعرف بان من هنا تخرج 3 وتخرج من هنا 3 48 هي 16 في 3 ناقص 2 25 في 3 هي 75
ثم زائد 7 زائد 3 16 تخرج تحت الجذر تولي 4 لان 16 مربع كامل اللي هي 4 اس 2 تبقى جذر 3 تحت الجذر 2 عامل هنا 25 تخرج تحت الجذر تولي 5 لان 25 مربع كامل 25 هي 5 اس 2 جذر 3 زائد 7 جذر 3 غادي نعملهم جذر 3 غتجينا 4 ناقص 10 لان 2 في 5 تساوي 10 زائد 7 تساوي جذر 3 إذا 4 ناقص 10 هي ناقص 6 ناقص 6 زائد 7 هي 1 جذر 3 هي جذر 3 العملية الثانية عطاونا 10 كتساوي 2 جذر 80 زائد جذر 20 زائد 2 جذر 5 حتى هنا عطاونا العدد إلى عندي هو 5 هو 5 هي 5 شوف باش تعطينا 80 هي 16 في 5 هي 2 عامل 16 في 5 و20 هي 4 في 5 يعني كان الفرق في المتناول يكفي هذه تقريبا كلشي دارها كلش دار هذه العمليه هذه لاحظ ولا شيء كلشي دارها تقريبا اذا 2 في 4 جذر 5 زائد 2 جذر 5 زائد 2 جذر 5 اللي غتعطينا هنا 8 زائد 2 زائد 2 هي 12 جذر 5 كنت بنا تقريبا كلشي دارها هذيك كلش دارها السؤال رقم 4 طالبين منا إيجاد المقام عددا صحيحا هنا كاين بعض التلاميذ اللي ما كملوش العملية ولكن واخا غير يحسبها الأستاذ صحيحة لأن المهم هو جعل المقام غير رجلي هنا كنضربوا الأسطول المقام في نفس الجذر المربع اللي عندي في المقام اللي هي 3 جذر 7 على جذر 7 في جذر 7 اللي هي 3 جذر 7 على جذر 7 أس 2 اللي هي 3 جذر 7 على 7 لأن 7 أس 2 جذر 7 أس 2 هي 7 كيمشي أس مع الجذر مربع بالنسبة للعملية اللي فيها شوية الحساب هي هذه لكن واخا هكا كنطيح في المستطرقة الهامة الثالثة ونحيد الجذر المربع من المقام كنطيح في المستطرقة الهامة الثالثة ونحيد الجذر المربع تعطيني 2 ناقص جذر 5 على جذر 7 ناقص جذر 2 اللي هي 2 ناقص جذر 5 قلت ديك النهار الوسط بلا ما تديوها فيه خليه هو هو لان ما طالبينش منه ما طالبين منا غير المقام اذا المقام غنضربو في المرافق ديالو جذر 7 ناقص جذر 2 تولي جذر 7 زائد جذر 2 كما كتلاحظوا الفوق اللي هي جذر 7 ناقص جذر 2 باش كلشي يفهمها عامل جذر 7 زائد جذر 2 هذه راه المستغرقه الهامه الثالثه كنخلي البسط هو هو ولكن لتحت كنغيرها لتحت كنغير كتجي جذر 7 اس 2 ناقص جذر 2 اس 2 المستغرقه الهامه الثالثه اللي غتعطينا 2 ناقص جذر 5 عامل جذر 7 زائد جذر 2 على 7 ناقص 2 هنا كاين اللي خلاها حدينا كاين الاستاذ اللي حسبها له صحيح كاين اللي ما حسبهاش المهم حد هنا راه جا هو العدد صحيح ايه هو خص يحيد هاد يحسبها يدير هنا 5 ويكتب 2 ناقص جذر 5 الفوق ويكتب جذر 7 زائد جذر 2 ويكون هكا جاوب على السؤال 4 بالنسبة للسؤال 5 السؤال 5 حتى هو كان بسيط غير هو كان عندكم تحضروا هاد الخاصية يعني جذر عامل جذر بي كندخلوهم تحت نفس الجذر كندخلهم تحت نفس الجذر هذه العلاقه اللي غتخدموا بها لاحظنا عطاونا جذر 2 زائد جذر 3 عامل جذر 3 زائد جذر 7 زائد جذر 3 عامل جذر 3 ناقص جذر 7 زائد جذر 3 هنا غادي ندخل انا هاد الجوج هادو تحت نفس الجذر هاد الجوج هاد الجوج غندخلهم تحت نفس الجذر غادي ماجاوبش عليها كلشي ماجاوبش عليها كلشي كاين بعض التلاميذ اللي جاوبوا عليها وكاين التلاميذ اللي غطوا في الاشاره هي جذر 2 زائد جذر 3 غندير جذر كبير وندخلهم بجوج شنو تعطينا 3 زائد جذر 7 زائد جذر 3 عامل 3 ناقص
جذر 7 زائد جذر 3 وسط القوس تحت الجذر هذا الشيء راه تحت الجذر اللي غتعطينا هي جذر مربع 2 زائد جذر 3 عامل جذر مربع كبير ها هذه 3 زائد هذه 3 ناقص هذه هي هذه 3 هي 3 هذه المسابقه الهامه الثالثه اللي هي 3 اس 2 ناقص جذر 7 ناقص زائد عفوا جذر 3 اس و 2 اس 2 تساوي نخلي جذر 2 زائد جذر 3 عامل جذر 3 اس 2 هي 9 وهنا هنا هنا وقع المشكل واحد التلميذه هي الصراحه راه برافو عليها راه خدمات بالقاعده ولكن هنا مسكينه وقع لها مشكل هذه ناقص فاش كتدخل القوس كتغير ما بداخل القوس تغير حتى فاش حيدي الاس 2 غتبقى لنا 7 يعني من الافضل تخلي القوس ديري 7 زائد جذر 3 فاش انت دزتي فاش دزتي نيشان تنهضر مع التلميذه اللي دارت هذه القضيه دارت هنا درت هنا زائد فاش درت زائد خرجت لها العمليه ما خرجتش بحال هذه كان عليها تكملها هي اللي تساوي لاحظوا معايا جذر 2 زائد جذر 3 عامل جذر مربع عندنا 9 ناقص ناقص 7 يعني يمشي لان الاس 2 كثير هذا اذا الناقص يدخل على 7 يولي 7 والناقص يدخل على زائد يولي ناقص جذر 3 هي اللي تعطينا جذر 2 زائد جذر 3 عامل 2 لان 7 ناقص 9 ناقص 7 هي 2 هي بدل دير هنا قلنا درت هي زائد هي الناقص فاش تدخل تدخل على القوس كتغير هنا فهو الغلط اللي دارت وما خرجتلاش النتيجه وكتبات لي هي كتبات لي واحد زعما راه صحيحه ولكن هي نورمالمون انا نكتب دابا ندير لك الغلط اللي كاين هو كالاتي غنكتب هذا غنديرو جذر واحد هذا وهذا نديرو جذر واحد اللي تعطيني المسابقه الهامه كذلك الثالثه اللي هي جذر مربع 2 اس 2 ناقص جذر 3 اس 2 2 اس 2 هي 4 وجذر 3 اس 2 هي 3 و4 ناقص 4 ناقص 3 هي 1 وجذر 1 يساوي 1 هذيك التلميذة خرجت في الأخير جذر مربع 2 زائد جذر 3 عامل 2 زائد جذر مربع 3 فهذه هذه راه كتساوي جذر مربع 2 زائد جذر 3 كل أس 2 اللي غتعطيك جوج زائد جذر 3 ماشي 1 هي شنو دارت جات وحطات لي هنايا دارت لي هنا ودارت لي تساوي 1 لا راه هذه راه هي هذه يعني راه أس 2 هي أس 2 ونسي دائما يمشي مع جذر قال 2 زائد جذر 3 وتكون ان شاء الله تعالى قد انهينا تصحيح الفرض وشكرا لجميع التلاميذ الذين شاركوا معنا بالنسبه للتلاميذ اختاريت شي وحدين عندي هنايا لاله امينه جابت 11 على 20 بسماء جابت 15 على 20 شيماء جابت 14 على 20 ماجد جاب 11 على 20 هذا ماجد الصراحه انت متفوق في الريليت ما فهمتش علاش درتي داك الاخطاء في التقنيات في الحساب عندك مشكل في تقنيه الحساب حاول تزيد تشوف لنا الفيديوهات باش تعرف التقنيات باش تزيد تمجهد لان راه عندك مشكل في هذا لا انت ولا لا اسمع لا شيماء قلت اسمع انا بسمة مزيان ولكن كيخصك تكملي العمليات مابقاش خليهم في النص انت وشيماء تبداو العمليه وكتكملوهاش سهيلة 14 على 20 سهيلة ما دارت بعض الثمانية ما خدمتهمش يعني ما قاصتهمش كاع في مرة كاع خلاتهم إذا هكا نكون إن شاء الله تعالى قد أنهينا الفرض ديالنا ومرحبا بجميع التلاميذ الجدد إذا كان شي تلاميذ جدد ولا التلاميذ الجديدات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.